الخزينة العامة للمملكة على حساب الصندوق الخاص بتدبير، وقالت إنه إلى غاية نهاية شهر مارس انتشار جائحة كوفيد 18.3 مليار بلغ مجموع ما جرى التبرع به 18.3 مليار. وفق النشر الشهري لخزينة عامة فقد بلغ إنفاق من هذا الصندوق الخاص حتى التاريخ نفسه ما مجموعه 1.2 مليار درهم. وقالوا أنه مجموع التبرعات التي أودعت في الصندوق بلغت 30 مليار درهم. وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الحكومة ساهمت في ميزانيتها ب 2.5 مليارات درهم مباشرة بعد خلق الصندوق، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين. وهذا جدول يبين مداخيل ومصاريف الصندوق حتى شهر مارس الأخير. يقول خير إن شاء الله. ما كناش نعرفوا شحال 19 لي سي ام اس شحال وصل فيهم تبرعات. بغيت نصيفط سي ام اس دابا، هذه الفرصة باش نصيفط سي ام اس، باش نصيفط سي ام اس 19 19 19. بغينا نعرفوا شحال وصلت. مزيان يقولوها، حيت ما عطاو من في الجدول اللي ما قريتوش لكم. هذا الجدول هذا كانوا عطاو فيه حتى زعما حتى لي زوبيراتور اللي عطاو تما الارقام اللي تعطى اللي تبرعوا بها، ولكن لي اس ام اس ما داخلينش. صيفط شي واحد دابا 19 19. صيفط يكون الخير ان شاء الله. صيفطها مشات او مشى جواب. هالجواب Nous vous remercions de votre participation à l'élan national de solidarité contre le Covid-19. Nous vous confirmons votre contribution de 10 dirhams. Allah rassoua l'an sidi. ماشي اول اس ام اس، ماشي اخر اس ام اس. صيفط انتعاش تجاره تهريب مواطنين بين مختلف الاقاليم واسعار مرتفعه جدا. هذا الشيء اللي قال لك السلطات الاقليميه في عدد من المدن الشمال. تعاقبت اشخاص قادمين من مدينه طنجه الى اقليمي شفشاون والعرائش، واشارت الى ان ثمن تسهيل دخول مواطن بطريقه غير شرعيه عبر سيارات وشاحنات وصل الى 1500 درهم. ورجاء العشرات القاطنين من مدينة طنجة والمنحدرين من مدن وقرى الشمال لعودة إلى أهليهم لقضاء فترة الحجر الصحي رفقتهم، لكن السلطات الإقليمية تتخوف من أن يكون هؤلاء الأشخاص قد خالطوا مصابين بكورونا. خطر كبير. تكلم على بعض كيف تسيلي باح اللي وصى واللي يطلب من الشافر ما قوش يديروا القضية هذه اللي كيدروها، ما خصهمش يبقاو يديروها. وأقدمت السلطات الإقليمية في شفشاون بعد نجاح أشخاص من دخول المدينة قادمين أساس من طنجة وتطوان معتمدين على طرق غير محروسة في الرفع من عدد الحواجز الأمنية. وأوقفت السلطات الإقليمية في شفشاون 11 شخص دخلوا تراب الجماعة الترابية حيث تم إيداعهم بمؤسسة دار الطالب بمركز فيفي لقضاء فترة الحجر الصحي لضمان التأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس. خاصة أن شفشاون مازال ما بان فيها حتى شي حالة. ما كاين حتى شي حالة في شفشاون. والله يحضر السلامة. اللي بان شي حالة راه جاي من هادو اللي مشاو تماك. حضروا راسكم هاد القضية هادي. كلشي باغي يشوف عائلته، كلشي باغي يسمع عائلته، كلشي باغي يتكلم مع عائلته، كلشي باغي يدوز وقت مع عائلته ويكون مجموع. هادشي اللي عطى الله. دابا أنت في مدينة واحدة أخرى، عايش في مدينة واحدة أخرى، ما تغامرش براسك، ما تغامرش بعائلتك. اللهم تبقاو مفارقين دابا وتجمعوا من بعد، ولا تجمعوا دابا وتفارقوا الى الابد. الله يحفظ السلامه. انا دابا بنش لاين. ايوا هكا بانت لي الصوره، هذه بنش لاين. انا عيطوا اي نمره كيف ما كانت في المغرب كله، قولي لي عليها، قولي جاوب، قولي ما جاوبش تقول عيطوا لي تجاوب. هادشي اللي كاين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أش أخبارك؟ لاباس سيدي. معك لالا كريم مصلحة أرث. أيا هذا سي مومو الأستاذ مومو. هذا أش أخبارك؟ أنا أش أخبارك سيدي؟ هذا العار كبير، عندي الشرف إني اتصلتي بيا. مرحبا ديالكم. مرحبا لالا. وفي الحقيقة تتفيدوا الناس بزاف، تتفيدونا. شكرا شكرا بزاف. الراس والعين. كنتي كتصمتي لنا ياك لالا؟ دار ضروري يوميا. دايره انا الراديو عندي في الكوزينه يوميا. الله يحفظك. كلشي بخير؟ بخير اللهم لك الحمد سيدي، كلشي بخير. شنو سميتك؟ وفرحانه وليا شرف كبير. مرحبا، مشرفين لالا. سميتك لالا؟ ربي يخليك. سميتي دعمي امينه. مشرفين لالا امينه، هنا مدينه امينه. انا جديده. مشرفين لالا، مشرفين. ربي يخليك سيدي، ربي يخليك. ونتمنى لكم التوفيق في البرنامج ديالكم وبالنجاح. النجاح ان شاء الله يا ربي. امين يا ربي. امين. شكرا بزاف لالا. شكرا يا ربي. امين. نجاح جميع ان شاء الله. وراك في الدار وبلا ما تسمعينا، راك في الدار بلا ما تسمعينا، راك في الدار. لا انا في الدار معان، بغيت نخدم لك مونيكس. انا سيدي ما ترخرش. يلا خدمينا شويه، سمعوا شويه ديال المونيكس. يلا انا نخدم لك. دابا سيدي مونيكس انا في الدار. انا
هيا انا قلت باش ما نقولش سميه يلا هيا اش كتصوبي بها اش كتصوبي بها كنصايبه سيدي العصير الدراري اللي بداتكم بصحتكم وراحتكم سلمي على الجميع لاله وبصحتك راك ربحتي ربحتي لاله امينه جديده راك ربحتي شكرا 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 بزاف بزاف مرحبا راك ربحتي لاله 100 جيجا كل صوت عندي اهم من الربح الله يحفظك لاله صوتك معنا في التليفون دابا تكلمنا على الموضوع بلا خصنا نبداو نخمو ونفكروا بدنا نفكروا فيما بعد وهادشي اللي سقنا اخبار اليوم هادشي سقنا اخبار هادشي اللجنه الاقتصاديه غيديروا هاد المساله دي باش يخمو ويفكروا من ناحيه اخرى حتى لو سيت اللي هضرت لكم عليه حتى هو مزيان عنده الافكار مهم جدا هاد لو سيت هذا نعطيكم لو سيت عاوتاني وهاد الخبر مهمه جدا باش نتوما تستافدوا منها اللجنه الخاصه بالنموذج التنموي منصه رقميه تشاركيه csmd.ma جميع المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه تنفتح على عباره تدعو الجميع الى المساهمه في اعداد النموذج التنموي الجديد مهم جدا مهم جدا جدا مزيان اللي عندهم شي فكره انتم ديروها دخلوا لو سيت csmd.ma ونفكروا فيما بعد واش انت كتفكر فيما بعد حاتم؟ تنفكر فيما بعد تنفكر كيفاش غادي يكون العالم كيفاش غادي يكونوا العلاقات بيناتنا كيفاش غادي يكونوا التحركات كيفاش السفر كيفاش غادي نستافدوا من هذه المرحله هذه باش نكونوا احسن من بعد تنفكر فيه تنفكر في بزاف ديال الحوايج اللي ما تيبقاوش اولويات وغادي يوليو في بلاصتهم اولويات واحدة اخرى فوالا هادشي فاش تنفكر انت انا كنتمنى على انه من بعد تكون احسن من بعد الى ضربتي الحساب ومنطقيا صعيب بزاف من بعد صعيب من بعد صعيب من بعد صعيب من ناحيه ديال الخدامين اللي وقفوا الناس اللي وقفوا على الخدمه باش يرجع الريتم عاوتاني كيف ما كان الحدود ما غاديش تحل بالزربه والله اعلم والله اعلم ولكن منطقيا المنطق دابا على حسب المعطيات اللي عندنا دابا على حسب اللي شفناه اللي شفناه ما غاديش تحلوا الحدود بالزربه من ناحيه اخرى خصنا نفكروا كيف ما قلنا البارح اكثر في المنتوج الوطني المغربي المسائل اللي غادي المغاربه يتحركوا فيها وغادي يبقى فيها واحد الانتاج ويبقى فيها المدخول والناس غادي يستافدوا منها لو ماكسيموم بوسيبل او ماكسيموم ماشي لو ماكسيموم بوسيبل او ماكسيموم بوسيبل لانه كاينه واحد المرحله من بعد امتى ما عارفينش كاينه واحد المرحله من بعد نفكروا فيها ونخمو فيها انا كنفكر فيها ايجابيا انا كنفكر فيها ماكسيموم ايجابي بمعنى انه بمعنى كنقول الامور اللي تصلح بانوا شي حوايج دابا اللي خاصهم يتصلحوا من بعد كلشي معول كيف ما هضره مع وزير التربيه الوطنيه نهار الخميس كتب انه راه الناس معولين على بزاف الحوايج معولين على الوزاره ديالو وعلى جميع الوزارات انهم غادي يديروا بزاف الحوايج وقرارات يتخذوا باش المرحله تكون ايجابيه من بعد باش تكون بوزيتيف من بعد انا كنفكر بوزيتيف كنتمنى بوزيتيف القرارات ما كترجعش كاين القرارات ديال الدوله راه مهم بزاف كاين بزاف الناس اللي داخلين فيها واللي ياخذوا القرارات غير هي غادي نتعلموا منها تعلمنا من المرحله بزاف الحوايج صراحه تعلمنا بزاف مع ريوسنا الواحد مع راسه تعلمنا مع الناس اللي دايرين بينا شنو العلاقات مع الناس اللي دايرين بينا حسيتي بشكون اللي تعول عليه وشكون اللي ما تعولش عليه في المرحله هذه مهم جدا وهادشي واحد كيعقل عليه وهاد المرحله هذه غادي تعقلوا على اي حاجه دازت عليكم اي حاجه اي تصرف قليل غادي تعقل عليه وغادي تفكروا حياتك كلها مهم جدا نعيشوها داكشي علاش مهم نعيشوا هاد المرحله هذه 100% ايجابيا كرت بزاف القطاع اللي تيعنيني انا زعما اون بروميير ليو اللي هو المغنيين الموسيقى الفستيفالات المهرجانات اكسيتيرا وبديت تنفكر كيفاش زعما شنو نقدروا نلقاو شي حاجه اون باراليل باش الموسيقى تبقى خدامه باش الانتاج يبقى خدام باش يبقاو يخرجوا اغاني باش يبقاو يخرجوا كليبات وهذا دونك تنفكر تنشوف كومون سي بوسيبل فوقاش مع من وكيفاش هذا هو اللي تنفكر فيه انا حيت بحال هكا المهرجانات وكل شيء جو بونس سير فوقاش نعاودوا دي راسومبلومون المهرجانات يعني فوالا تنفكر في هذا القطاع هذا كيفاش شنو نقدروا نديروا باش يبقى خدام ويبقاو لي زارتيست حتى هما خدامين ويقدموا داكشي اللي تيقدموا حيت بون نقدروا نقولوا بان لا كولتور ماشي زعما من الاولويات ولكن راهي تتبان يعني سي اون في تو سا وهذا بحال واحد المقوله ما عقلتش شكون اللي كان قالها ولكن قالوا له زعما نحيدوا من لو بودجي ديال لا كولتور باش نانفستيسيو في لارمي بور غاني سيت كير هو قال لهم بوركوا حنا اون في سيت كير اصلا لا في بور لا كولتور
فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ يعني ما خصناش نبخصوا عاوتاني توسكي فن ولا ثقافه ولا سميتو فهمتي، حيت كاين بزاف ديال الناس. بلاتي قريتها هاد يومين تشورشيل واقيلا، تشورشيل واقيلا قال لهم تشورشيل واقيلا قال لهم تشورشيل. واخا الماسكات لقيتهم من الكمامات جاو ولا مازال؟ ما لقيناهمش والو، انا عييت نقلب عليهم من نهار الجمعه وانا كنقلب عليهم مع العلم انني خدامه في في دومين دو لا سونتي. انا تكنيسيان لابوغاتوار ويعني كنخدموا ضروري خصنا نمشيو نخدموا وما كنلقاوهمش. دابا انا اخر بازه بقات لي اليوم، اخر كمامه بقات لي اليوم استعملتها، يعني صافي يعني غدا ما عنديش باش نخرج نمشي للخدمه وما لقيتهمش. انا لقيتني دابا تدسويت لقيتني غدا وكندوز على لي فارماسي كنسول حتى ما كايناش كاع. واخا والخدمه ما كيعطيكمش الكمامات؟ فهمنا حنا كان عندنا ولكن لو ستوك اللي كان ساله. واخا فهمتي دابا الطبيبه كتقلب وحنا كنقلبوا ما لقيناش. غير بالنسبه للكمامات انا خدامه من القنيطره في حياة برك الداري، عندي لازون تما ديال التكنيسيان ديال الباج. اي حانوت اي بلاصه مشيت ليها لي فارماسي والو ما كاينش. شاب الله عندي واحد خمسه واخدهم قدامين هذه شهر مخبيهم. اليوم كما قالت بنت انا اليوم عندي الخرايه هذه خدام بها اليوم، انا باقي ما دخلتش. والصباح واحد الفرماسي حدا انا قالت لي العشيه يقدروا يكونوا اليوم، كنتمناو اليوم قالت لك العشيه يقدروا يكونوا، قلت عادي يجيونا. واش بصح الله اعلم. ومي باش نقول لكم ان لي ماسك قلبت عليهم ما لقيتش، ولكن كيف ما قلت لي في هاد لا بيريود ديال خاص الواحد يصبر وخاص الواحد ما يكونش يتعصب بزاف، حيت كثر كل شيء مع الصبر كل شيء خدام على الاثار ديالو، خص واحد يكون عنده واحد شويه ديال الصبر. عشان نديرو مسابقه شنو كنشوف انا دابا مقابل معايا شنو كنشوف، اللي عرف شنو كنشوف غادي يربح. يلا انت غتبداي شنو كنشوف دابا، حيت حاله الطوارئ الصحيه حنا عايشين هنا في الاذاعات ايتراديو في الاذاعه. شنو كنشوف انا دابا؟ اش كنشوف؟ الله ما كتشوف الخير ان شاء الله كيما جات تقول. يا ربي امين الخير كنشوفه دائما، الخير الخير قريب. كلمه تنفرح بها بحكم فور في وين باي انوي. دابا فور في وين باي انوي شي واحد فيكم يعرف شو راجل فاطمه زهره قولي لي كان تخيلي تخيلي مزيان شنو كنشوف انا دابا؟ اش كنشوف؟ تتشوف ان شاء الله العالم كامل رجع كيف ما كان ان شاء الله كما كان في الاول ان شاء الله. لا باش تعرفي باش تعرفي باش تعرفي اش كنشوف ديال بصح ديك الساعة بغيت نعرف اش تشوف. انت كتشوف اش كنشوف؟ كتشوف اش كنشوف؟ واخا فاطمه زهره انت بجعد كاينين الكمامات لقيتيهم؟ نعم لا خويا ما لقيناهمش، وكل صباح انا مضطره نخرج من 9 الصباح نرجع ان شاء الله لدارنا مع 4 خدامه عند واحد السيد وخصني ندير الكمامه. كل صباح حدايا الفرماسي حدايا الحانوت كنسول شي هويا ما كاينش. المهم جاب لي واحد السيد واحد جوجات ديبانيت بهم، ولكن رميتهم كما تسمعكم تقولوا تنحيدهم كل غير تنوصل بها الخدمه خصني نحيدها تنخاف. اليوم اللي وقع سي مومو قدامي الحانوت اللي حدانا جا الكميو ديال الحليب وسولو السيد قال لي واش جبتي لنا الكمامات، قال لي لا، وهز مول الكميو هضر في التليفون مع مول الحانوت واحد اخر وقال لي رانا حطيت لك القد والقد ديال الكمامات في بلاصه اخرى. ومول الحانوت ما عجبوش الحال قال لي علاش ما جبتيش لينا حنا، اذا ما نشدش من عندك السلعه وما شداش من عنده علاش ميكو امت علاش زعما علاش فاطمه الزهراء ما كنبقاش كتسمعوك دابا خويا كتسمعني دابا كنسمعك دابا كنسمعك وبقى في بقى فيا الحال انا براسي بقى فيا الحال قلت لي دابا هذه راه انسانيه راه ماشي 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 معامله. قال لك حقا هذاك كليان ديالنا اللي وحتى هذا الحانوت راه كليان خصكم تراعيو لينا حنا اللي تنخافوا من المرض وخارجين داخلين على وليداتنا وعلى خوتنا. وفي الاخير السيد مول الحانوت ما شدش من عنده السلعه، انا قلت ليه كان عليك تشد من عنده السلعه وتتصل بالبوليس ولا تتصل بالشركه ديال الحليب وتعلمهم على هذا الشيء اللي داروا. وفي الاخير مشى الكميو عطى لبلاصه اخرى الشارع اللي قدامنا. كل نهار تنسمع بان تحط كل مره ماشي كل نهار فيما نخرج تيقولوا راه كانوا الكمامات وتفرقوا واللي حدانا خويا حنا لتحت ما كاينش ما لقيناش نهائيا. دابا حشومه من بعد هادشي ان شاء الله من بعد هادشي ان شاء الله غادي نعرضوا عليكم حنايا ان شاء الله. الله ما باش باش تجيو تشوفوا لا فين ساكنين انا تنشوفك يوميا في ستوري تنشوفك يوميا وما كنلقاش كيفاش نعلق لك حيت ما نعرفش مزيان واخا هكاك. المهم كنفرح دابا انا غادي نبقى القضيه دابا شي دابا
دابا انت دابا راك معايا دابا انت في ستوري دابا فاطمه الزهراء من بجع دابا راك معايا. شكرا 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 لك بزاف خويا مومو شكرا الله يحفظك وهادشي باش تعجبنا وهادشي باش عزيز علينا بالتواضع ديالك وبالمعامله وتوقف مع المغاربه كاملين وتنتمنى لك الخير وتنتمنى ان شاء الله ترجع لميمتك بخير وعلى خير والله يخليها ليك وشكرا حاتم وشكرا الاخت اللي اللي جاوبتني في التليفون استقبال مكالمات ودابا دابا 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 فاطمه الزهراء سيري شوفي راسك دابا في ستوري دابا دابا غتسمعي راسك في ستوري دابا دابا غنجي باش ناكل حتى انا معاك لومليت المومليت دابا خسرت هذه القضيه وانه كلشي باغي المومليت وتا احمد زعيم يقولها ليا لا انا كيضحكتو كيضحكتو اشوي بديت كنقول المومليت كلشي يضحك كلشي يفرح تبارك الله عليك راني مساكن مزرزرهم معايا في تلقى الدمومليت لا تبارك الله عليكم كاملين حتى البنات اللي تيطيبوا لكم وتيوجدوا شكرا هيا بنتي والله العظيم الا واش ممكن نعملك هناء هيا هناء هناء السلام عليكم هناء النؤى تبارك ميرسي بوكو بوغ النؤى راه كيقولوا لي غير الناس اللي قراب بزاف وحق الله صافا كلشي بخير صحه لاباس هنا الحمد لله بخير هنا الله يبارك فيك ميرسي بوكو شكرا لكم بزاف والله عسيمه ماما كل صباح كنفقش ما كنفاق كنلقاها كتسمع لي كتقول لي ماما هو اللي كيجيب لنا الاخبار الاخبار الزوينه هو اللي كيجيب لنا الاخبار الصحيحه شكرا لكم بزاف 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 والله ما عرفتش شنو نقول المهم انتم بالنسبه لنا دابا هما كلشي انتم هما عينينا هما انتم هما قلبنا باش كنفاجئوا وانتم هما اللي كتجيبوا لنا الاخبار الصحيحه وكتفاجئوا علينا شكرا لكم بزاف يا ماما راه مازال كنتسالك واحد الحاجه حيت جيت عندك حتى الاقدار اخويا باش عرفت دابا غادي نجاوبك شكرا لك بزاف يا ماما الله يحفظك مرحبا وهذه نتلاقاو من بعد ان شاء الله من بعد ان شاء الله باش تكون تكون بخير شويه التجمعات مسموحين ان شاء الله ان شاء الله نجيبكم هنا يا رب الله يرفع لنا هذا الوقت شعراطه كبيره يا ربي امين حنا لاعبين دابا حنا لاعبين على قبل على قبل السيدي اشنو كنشوف وانا كندير البرنامج عمرني ما كنت نتخيل عمرني ما كنت نقول شي نهار انه غادي نكون كندير برنامج مباشر على اذاعه ايتراديو كنشوف هادشي اللي كنشوف قدامي خارج الاستوديو لا طراس خرجت شي حاجه المهم مختصه في الشومبر باش كتنعس هادشي اللي قلت انا يعني هذيك هي اللي ما كتكونش في الايام العاديه فاش كتكون حتى في هذا كاينه اه الراك جبتيها لاصقاش اه لا وايل شي حاجه كنشوف فيها دابا انا من استوديو هي خارج استوديو كيما استوديو كنشوف فيها عمري كنت خير راسي نكون كندير برنامج كنشوفها شنو هي العمى والله ما سمعتك مزيان شنو هي الحاجه اللي كنشوف فيها دابا وايل انا قلت شوف الحوايج منشورين اه الحوايج منشورين وهذا شرف كبير اللي هضرت معك ودرتي مومو اول مره شرف لينا خويا وفرحانين بزاف حبيبي والله الا الله يحفظك انا كنقول كنشوف الحوايج منشورين واخا سي الحوايج ديالي منشورين كينشفوا شميشة ميشة ميشة وإلى كتاب وإل إنا إلي قاها غادي ربح فوق في باي إنوي في 100 جيجا في شرين دي لزابل اللي ميطي في لزي سمس اللي ميطي وإل نعم حبيبي راك أنا بحجي أنا عرفتها والله أنا عرفتها أنا شكون كان يقول أنا كذي برامج كنشوف حوايج من شورين أنا حاضر ويا ولا غريبة ما حد تكتبت تما الحوايج من شورين ويا سبحان الله مشروع دابا كنشوفهم من شورين واحد قميجة وشي تيشيرتات من شورين مثلا السي حسن اللي عيط لنا قبيله اللي قال لك هو ساكن هو وبنته وخوه في نفس الدار واش يدير الطلب ليه هو بوحدو ولا يدير الطلب ليه والخوه عيط وقالوا لي بان مستفيد واحد لكل ادريسه يعني لكل دار واخا يكونوا هما مجموعين فيها تتحسب به واحد اللي غادي يستافد داك الشيء علاش خوه فاش استفاد ما قبلوش فيه الطلب ديالو هذا الشيء اللي كاين ويدير ثلاثة أفراد. وي السلام عليكم. أش أخبارك؟ كلشي بخير؟ الحمد لله يا ربي خير. الحمد لله شكون تهضر معك؟ الحمد لله. اللي لنا الشرف أننا نهضروا معك، أننا نستشروا معك. الرسول عينا الرسول. الله يجازيك بخير أسيدي بارك الله فيك. راه الإشارة قول لي. الله يكبر بك والله يخرجنا من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة إن شاء الله يا ربي. يا ربي آمين، يا ربي آمين الله. الله يجازيك بخير، التساؤل ديالي على واحد السيدة من العائلة. الزوج ديالها سجين. إيه. وبغات زعما تستافد من هذه الاعانه اللي عطيه الدوله الله يجازيهم بخير وفي هذا الفورميلا اللي تعمروا طالبين معلومات ديال رب الاسره واخا وبوغ لانستون هي المعيل ديال الاسره
واش تعمر لي زانفورماسيون ديالها ولا شنو دير التليفون ديالها ولا شنو دير واخا نسقسوها علما انها سيدي ماما انها زعما دفعات في الرميد ولكن ما جاوبوهاش وهي عند الرميد هي عند الرميد ولكن الرميد بحال اللي في هذه الوقيته يلاه تعاود ليها يلاه دفعات باش يتعاود يعني ما غاديش يجاوبوها فيه واخا هضرنا عليها الناس دافعين دابا باش تعاود لهم راه ما غاديش ما تقبلوش وبالنسبه لهذه الحاله اللي هضرتي عليها يعني السيد ما كاينش وما تيقولوا اذا كان المستفيد مريضا او غير قادر على التنقل يمكنه تكليف شخص من مقربيه لسحب الدعم مع التقيد بالشروط التاليه الو الشروط كاين تقديم بطاقه التعريف الوطنيه للمستفيد يعني اللي عند البطاقه الوطنيه ديال راجلها عندك لاكارت سانتي ديال راجلك هي عندها غير فوتوكوبي اوكي وخاص تقديم شهاده عدم القدره على التنقل هذه سهله حيت السيد مسجون دونك تكون شي ورقه وتقديم بطاقه التعريف الوطنيه بالنسبه للشخص المكلف بالسحب والتي يجب ان يكون مسجلا فيها نفس عنوان الشخص المستفيد او يكون مقيما بجواره يعني لاكارت ناسيونال ديالها خاصها تكون فيها لادريس اللي كاينه في لادريس ديال السيد يمكن لها هي تستافد الو 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 بغاني نسالو نسالو اغنيه قديمه الو 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 شكون اني نسالو تانو الو 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 six mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, 6 mois. Allô, allô, Hawil. Non, c'est sérieux. Là, là, ouais, non, non, c'est. Ah, c'est Miss Knabil, lundi. Non, mais. Allô, c'est Missy Momo. Couchez bien. Ah, bonsoir, Momo. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, Wanti. Couchez bien. Ça va? Alhamdoulilah. Toujours en confinement, c'est demain. Bah, qui confinement, pour radio. Bah, bravo, hein. Vous faites un grand travail, franchement. Et puis, et vous savez, il y a une loi universelle qui a fait chacun qui a fait ses choses. Et vous donnez franchement une énergie très, très positive, franchement. Merci beaucoup. 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 Merci Je suis en train de prendre un café sur PC. Mais franchement, une bonne surprise. Merci beaucoup. Yeah, bah, c'est tout ça. Bah, c'est tout ça. Raquel, bah, oh, merci beaucoup. Raquel, bah, merci, خويا. Je suis le bête. Je suis le bête. Je suis le bête. Mon passage m'a accompli. Allah, il y a des choses qui sont sérieuses. C'est très touchant ce que vous faites et puis vous impliquez dans le tout. Régulez chez toi, maman. Tu as des bandes de l'oulade ou l'ancien de Bichno. Qu'est-ce que tu dis, madou, les qui ont des l'oulade ou des tout. Et tu as fait une marque que tu as dit 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 فهني ماماك لانها زرعت واحد النهار وحنا اليوم تنحصدوا معاها فكنقول لها شكرا بزاف ولكن بزاف بحالها بحال ماما كاينين بزاف ديال الامهات اللي بارك الله عليهم دونك اليوم اون ليسونسي ديتغ بير ديتغ لو شومور ديتغ لو مسيو دو غوندا ميم ديتغ هذاك لو مينيستر اللي اي حد يقدر يكلمو اليوم ويناقش معاه المواضيع ديالنا C'est très généreux de votre part. D'ailleurs, j'ai essayé même sur les réseaux professionnels d'encourager, de passer des messages à vous, responsables directement. C'est très important ce que vous faites.
غتلاقى مع اولاد الناس، غتلاقى مع ناس اخرين، خاصك تخلي شي حاجه دو تري بوزيتيف. tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit فليغور، حيت داك الصغير تيولي كبير، وداك الكبير يقدر في اي لحظه يولي صغير وبشي حاجه بسيطه اللي حنا اليوم ما نقدروش نعطيوها قيمه. avec ce confinement aujourd'hui on a compris qu'avec tout ce qu'on a fait en tant que humanité on est dépassé. Donc il faut faire un recul, c'est pour avancer davantage. Sinon, et je parle sérieusement en tant qu'humanité, parce que ma khalatnach un sens les frontières, ma khalatnach un sens achno kol wahed bach kayamen, ma khalat hrsat kol andom w akdat an el wa'i el insani kayetahda ay haja smitha qawanin. معلوم لا لا مش لوقت باش تكلم في الخسر. اختو ام مزيان زعما شي حاجه مزيونه بزاف فرانشمان. سي بينات لنا حتى لو كوتي سوسيال فينا الي انكور لا الحمد لله، ونا توشي بوكو دو شوز بوزيتيف لي ماروكان، كنقول لهم شكرا. شكرا لك انت على هذا الكلام الجميل منى. الله يحفظكم وينجيكم، الله يحفظكم وينجيكم. وانا نقول لك شنو ربحتي بعد عربك، راك ربحتي قول لي يا سيدي باك ميو فيه الصابون والجيل اونتي بكتيريا والجابيل. هادشي كامل تحت الجي، وهادشي اللي غيوصلك راه كثير ووفي جدا. اذا عطيتي هذاك لي فوازان تو سا دونك نقول لهم لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير. لا بعد الاسومبلي جينيرال انتردي دابا في هذه المات هذه الا، ولكن نقدروا نديروها فيرتوالمون دابا. واخا فيرتوالمون تيوصلك تيوصلك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. رمي اش اخبارك؟ اش بخير امي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. وانت صحه لاباس؟ الحمد لله كلشي لاباس. الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. انتم لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. خالتي والله لا بخير. لاباس عليك؟ نسمع صوتك بخير الحمد لله. لاباس ما عيطناش كبار. كاين مشكل حبيبي، كاين مشكل. اش اخبارك؟ كلشي بخير؟ لا بخير ديالك خليك. دابا انتم لاباس؟ دابا كلشي بخير. دابا كنا كنتي كتسمعي الراديو دابا؟ لا حيت كنت كنسمع وطفيت وكان واحد المسلسل. دابا كتفضلي مسلسل على ولدك؟ لو كتشوفني شنو كنت كندير غادي تشبعي الضحك. شنو؟ ملي كيدير الاشهار كتشعل الراديو، ملي كيسير الاشهار كطفي الراديو. والله يطول الاشهار في هذه القناه اللي كتفرجي فيها انت. امين. ويقصر المسلسل. امين امين. ويساليه في هذه الايام هذه ان شاء الله. يلا حبيبي ما كاين مشكل. باقي المسلسل باقي كاين؟ باقي كاين؟ لا لا دابا صافي سالي دابا. الحمد لله. درنا الرباط. مزيان. الاولى. انتم نشرى. واخا نصرا مزيان. قلت لك لا قلت لك لا انا قلت لهم قلنا نعيط. قلت لهم بانه دابا يلاه عيطنا لواحد السيده ربحناها واحد 1000 درهم ديال فيها الصابون والجيل اونتي باكتيريان ولو جافيل وبزاف ديال المنتوجات بزاف ديال الميو. وقلت لهم خصكم تعرفوا انه راه كاينه راه مي كاين واحد الشخص تعرفوا باغي هذه المسائل هذه دابا. بدا اصلا واحد النهار قلت لي وديك القفه هذيك زعما حنا من لكن اللي كنا اللي في كافيه دقيق حنا مانا حنا مانا زعما حنا زعما مانا حنا مانا حنا مانا حق حنا زعما ممنوع 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 ياك انا كنت بحال هكاك ياك. وانا شاهد فوق ما تيعيط لك تيلقاك في الدار يعني خصك تربحي. وشتي والله عليك حاتم ديما تتكوني في الدار. هذا هو قانون اللعبه. انا هادشي اللي تنسمع. وانا قلتها لي مع الاول تبعينا معاه هو معايا هو معايا ومع الحق. ايوا امي حلقاني من هناك. دابا كفاف سالا وياك كفاف سالا ايوا الله يرجعوا الكفه الاولى رجعت لي ان شاء الله. امي امي كلمه واحده الى غادي نخلقوا القانون غتصبحوا لنا هذه حاله طوارئ صحيه. دابا ما كاين مشكل دابا ما كاين مشكل طوارئ صحيه ما كاين مشكل. واخا قال لك في المقربين اولى. امي مقربين اولى في حاجه اخرى ماشي في هذا الشيء ماشي في القضيه في الراديو حتى في هذا الشيء. ودابا انا ما كنقدر نخرج لا نتقدى ولا نجيب ولا هذه معلومه.
شوف امي كلمه الرجوله الا رجعت القفه انت الاولى ها وغتسمحوا لي حيت غادي نخرق القانون لا مزيان ولكن دابا حاله الطوارئ الصحيه كل شيء ممكن ما كاينش مشكل صافي ان شاء الله ان شاء الله صافي هذا وعد صافي وعد الا شي لا رجعوا الا رجعوا ديك القفه رجعات انا معك ايوا في يد الله ايوا في يد الله ودعمها كل دور خير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين الله يسهل يا ربي امين يا ربي امين جميع ان شاء الله يا ربي امين يا ربي امين الله يحفظك امي ايوا والنصيب ديالنا في هذا الشيء ديال النظافه القفه صافي يا ريق النهار انا بعدا انا نظافه النظافه من جوجات يلا كنت نقول يلا كنت نقول لك جو 50 ترو تاع جابيل اخا صافي كلشي طولي كلشي دابا غادي دابا لالا غادي وبلاتي دابا هذا نستناو يتقادوا هادو اللي غربحوا دابا والى رجعوا من بعد ديك الساعة تربحيهم ندير معاك بحال هكذا واحد عاف راسك ما غاديش يرجعوا ها واقيلا شفتي عاف راسك لا 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 ما عرفتش القفة تقدر ترجع القفة انا بغيتها ترجع صراحة هي هادو تا هما يرجعوا يكون خير لا دابا حيت قلتي إلا رجعوا إذا عندك الشك معلوم عندي الشك أنا باغي ولكن عندي الشك ما نقدرش وصفت لي من حدك عندك الشك وإلى رجعوا ديك الساعة عطي للناس صافي صبق لي من الأولى عاد عاد فهمت داكشي ديال 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 تشطالي فيه نيغوسياسيون مزيان 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 واخا 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 خلينا نديرو اجتماع نعيطو للمسؤولين الإدارة ونشوفو شنو نديرو دابا كلشي دابا كاع الناس اللي كيعرفوني تيقول لي واش ولدك كيربح الناس وانت شنو كيربحك هو والله وراه اللي كيقول الهضره كتجيهم غريبه كتجيهم غريبه كتجيهم الدان هذاك امي اللي كيقول الهضره هذه حدا راسك منه صافي حيت هذا اللي كيقول الهضره هذه معناتها من بعد يقول لك كان كيربحك انت هي انا اش غيربحني حيت انا صاحبتك هادشي اللي غاتشري تقول لك ايوا كنبقى نفسر لهم كنقول لهم ودي حنا ما عندناش حق في هذاك الشيء ماشي ديالنا منين نشوفوا كيفاش غادي نشوفوا القانون اش كيقول في هاد نشوفوا المسطره القضائيه اللي كاينه في قانون اللعبه البنود نشوفوا كيفاش نقدروا نلقاو شي تغراف في القانون باش نقدروا خويا في عمره نديروا خويا في عمره هادشي اللي كاين وانا متاكده الا شتي القانون غادي يكون في صفي مكيل الاولى مكيل الاولى وخامي الله يحفظك امي وخامي وخامي وخمي 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 صباح وخمي الله يخليك لي يا حبيبي ربي امين انتم بخير كلشي بخير سليمه الله يعاونهم الله يحفظك الحمد لله كلشي لاباس الحمد لله امي الحمد لله والله يخليك لي الله يعطيك الصحه وطول العمر ان شاء الله امين يا حبيبي يا ربي امين خاصك والو شجاع سلامتك حبيبي الله يحفظك الله يسلمك الله يسلمك مع جميع الله يسلمك يحبك امي انا بلاتي اليوم راه اثنين اليوم راه اثنين اليوم قلت لكم غادي يكون جينجل كاين انا مازال ما سمعتوش هي انا جينا بحالي بحالكم نكتشفوا هكا الله يرحم بك الله يرحم الوالدين انا بلاتي حتى ما نسيتش لا لا ما نسيتش انا قلت نهار اثنين والو شوف الناس سهرانه وخدامه هو الدرجه كاع راه سمعي امي هذا هو الموسيقى ديال كيادي سمعيها واش غادي تعجبك ولا لا بكل صراحه بلونسك تقولها بكل صراحه انا بصراحه انا مخلوع انا ما سمعتوش انا كنت بقول اش ديروا هذه القضيه هذه القضيه خليك تسمعوا خليك تسمعوا هادشي اللي غنديروا هادشي غدا غدا لا باس الله يرحم باك لا غدا غدا اللي بغيت والله لا تخلعت بلا دابا والله ما تخلعت لا 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 غدا لا 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 كيكو عزديك وي غيدوز غيدوز لا ما كاينش غيدوز لا اخر مره قلتي غيدوز غيدوز سوحلت ما دزتش لا لا مي غدا ان شاء الله غدا نعيط لك ان شاء الله غدا مزيان بقى بحياه نعيط لك ان شاء الله ونسمعوا لك صافي ان شاء الله الله اذا كان داكشي في مستوى واخا تسمعوا لي ما كانش شي بلاش واخا ماشي بحال المره الاولى خامي اوكي خامي خامي يلا حبيبي السلام عليكم السلام خليكم معنا على إذاعة إتراديو